بالورقة والقلم خدتيني متألم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقة والقلم خدتيني متألم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليك تطبطبي وتركبي الوش الخشب، وعلى اللي منك تقلبي عارفة سواد العسل، أو ده اللي حالك ليه وصل؟ إزاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل؟ يا بلد ما عندها نفسها، يا كل حاجة وعكسها، ازاي وانا صبر انت لسه بشوف فيكي امل؟ ليه اللي جايلك اجنبي عارفه عليك تطبطبي وتركبي الوش الخشب، وعلى اللي منك تقلبي طردك وهي بتحضنك؟ وده اللي يجننك، بلد ما تعرف لو ساكن ولا هي بتسكنك، بتسرقك وتسلفك، ظلمك وبرضه بتنصفك، ازاي في حضنك ملمومي وانتي على حالك كده؟ آه.